حلمه هو اقتناء سيارة لقضاء حاجيتي، لكن وضعيته المادية حالت دون ذلك، فابتكر لنفسه وسيلة نقل بمعدات قديمة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة. بإرادة كبيرة وبأدوات بسيطة يضع هذا الشاب آخر اللمسات على تجسيد مركبة مصنوعة بوسائل أكل عليها الدهر وشرب، ليستعد للانطلاق في أول تجربة له عبر الطريق. كنت شوف أنا خدمنا هذه الطوموبيل ما أدري، وسائل نقل قليلة شوية، أنا خدمنا بوسائل بسيطة كما راك تشوفوا تمشي في الطريق كذا بيس كاع، والحمد لله يا ربي وفقني راني خدمتها والعقوبة جديدة إن شاء الله. كما راك تشوفوا ها كلش راه مخدوم بالخردة، خردة بصح طوموبيل تمشي الله يبارك. مركبة بأدوات قديمة جمعها مروان من الخردوات ليصممها في شكل مركبة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة، ويبقى حلمه قائما في تطويرها وتحسينها لو يلقى الاهتمام اللازم. هذه الوسائل عبارة عن قطعة من الخردة، قطعة من الخردة، مع أني شخص محترف في اللحام أقوم بتعديل القطع وتركيبها، تمشي واحد 60 هكاك 60 كيلو في الساعة. مي كنت توفرت لي الإمكانيات نخدم أحسن منها، طموحات المستقبل بالك نطور السيارة هذه أحسن بمحرك كبير إطارات جميلة. نقص إمكانيات النقل بالمنطقة التي يقطن بها هذا الشاب ووضعيته المادية البسيطة دفعا به لاستحداث لنفسه وسيلة نقل بميزانية صغيرة